وأعلنت وزارة التضامن بدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من النهاردة. وجهت الدكتورة غادة والي وزير التضامن بتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة. أكدت والي إن أصحاب المعاشات اللي بيصرفوا من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية بداية من النهاردة الموافق أول سبتمبر ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من بكرة. لفت إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.